ولجميع الإطارات النقابية التي تساند التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتحية للمناظر الصحافية الإعلامية الحرة، وتحية للحاضرين بالقاعة. تأتي هذه الندوة في سياق استنهاض الفعل النضالي من جديد لاستكمال معركة إسقاط مخطط التعاقد، وقد تم اختيار عنوان لهذه الندوة: تناقضات التضليل الإعلامي وواقع استمرارية تنزيل مخطط التعاقد. الندوة اللي كتنعقد اليوم بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان كتجي في إطار مواصلة التنسيقية الوطنية للنضالات ديالها، لأن التعاقد لازال قائما، لازال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يعانون جراء الاقتطاعات، جراء مشاكل التأهيل المهني، والمشكل الذي يطفو إلى السطح بحدة هو مشكل الحركة الوطنية. إذ كيف يمكننا نقول الأساتذة أنتم محكومين عليكم بالإقامة الجبرية داخل جهة واحدة هذه مدة ديال 4 سنين، باعتبار أن هاد الأساتذة عانوا في صمت من بعد، ولاو كيديروا وقفات، لأن هاد المشكل هذا وصلنا لحالات الطلاق متعددة. واليوم حنا جينا هاد الندوة هادي باش نقولوا للجميع ونخبروا الوزارة بأن مشكل التعاقد لم يتم التعاطي معه بشكل يعني صريح وملموس، لأن حنا الطلب ديالنا اللي كيبقى دائما هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. نرفض مصطلح الترسيم مع الأكاديميات أو موظفين الجهويين العموميين. هذه المسائل هذه ما كيمكن لها تكرس إلا الهشاشة اللي هذه عانينا منها هذه 4 سنين، وما باغينش مازال نزيدوا نعانيو منها. هذه مسألة أخرى. إلا كان توجه العام ديال البلاد يتوجه نحو الجهوية، مرحبا، نحن لا نعارض توجه العام السياسي ديال البلاد، ولكن حنا نريد مناصب مالية قارة بتسيير جهوي، مرحبا. وتوقيف تمديد الإضراب بعد وعود من طرف الوزارة بالالتزام بمخرجات 13 أبريل والدخول في أشواط الحوار من أجل إيجاد حل الملف في شمولياته. لكن بعد عودتنا للأقسام وإنقاذنا للموسم الدراسي عبر تكثيف الحصص من طرف الأساتذة لإتمام الدروس، عمدت الوزارة الوصية على القطاع على عدم الالتزام بمخرجات حواري 13 أبريل و10 مايو، ونزلت على الأساتذة باقتطاعات تتجاوز 1200 درهم في كل شهر، والتي نعتبرها سرقة موصوفة من جيوب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وهو ما يبين نية الوزارة في كبح الفعل النضالي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين لن يبيعوا كرامتهم بالاقتطاع من أجورهم. بالنسبة لهذه الندوة هذه للعنوان ديالها التضليل الإعلامي وواقع استمرار مخطط التعاقد، هذه الندوة هذه كتجي في إطار يعني ما دعت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المجلس الوطني ديالها الأخير اللي كان منعقد في الرباط في 13 أكتوبر. دعت لهذه الندوة الصحفية باش تبين للرأي العام والشغيلة التعليمية عامة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خاصة الواقع ديال استمرار مخطط التعاقد والتضليل الإعلامي من طرف الوزارة اللي كتحاول تروج إعلاميا يعني من خلال واحد المجموعة ديال سواء البيانات في الموقع الرسمي للوزارة أو في مواقع غير رسمية، وكذلك من خلال الخرجات الإعلامية ديال مدير أكاديمية الرباط أدردور اللي كيحاول يروج لمسألة الترسيم وكيعطيه واحد الهالة واحد القيمة لذلك التأهيل المهني. ومتى كانت هذه القيمة وهذه الهالة لهذا التأهيل المهني بهذه الطريقة؟ إذن هي محاولة لتغليط الرأي العام ومحاولة لتغليط الأساتذة خاصة الذين فرض عليهم التعاقد. إذن غادي تتابعوا معنا الندوة ويعني تشوفوا التصريحات ديال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.